نشوف بقى الواجب بتاع الاي كي بي اللي هو الكريتيكال انجل فور توتال انترنال ريفلكشن. نشوف كده اول سؤال بيقول لك ايه. Which of the following formula correct shows the relation between a critical angle for total internal reflection. هو مسميها ثيتا سي، هو حر. احنا عارفينها فاي سي بس هو مسميها ثيتا سي، ايه المشكله يعني؟ والريفراكتيف اندكس اللي هو ان اي اللي هو الريفراكتيف اندكس بتاع الانسيدنت، والان ار الريفراكتيف اندكس بتاع مين؟ بتاع الريفراكشن. طيب هي الاجابه هتكون ايه؟ ايه ده اشمعنى يعني؟ بص يا سيدي قارنها، هو بص هو بيغير لك حروف، قارنها كده. مش احنا عارفين ان ساين فاي كريتيكال المفروض هو ده كده الاول، ده ابسوليوت ولا ريليتيف ريفراكتيف اندكس؟ تعتقد ده ايه؟ هيبقى ريليتيف طبعا، عشان انت جاي بتوين ايه؟ ديفرنت ميديم. مثال هو قال لك ان في اير هنا، ما قالش، يبقى كده انت في ميديم 1 وفي ميديم 2. طيب فاكرين كده مش احنا كنا بنقول ان من 1 ل 2 مش ده الريليتيف؟ او ايه رايك مش ان من 1 ل 2 دي كنا بنقولها ان 2 على ان 1؟ طب مش انا كنت بكتبها من ضمن القوانين اقول لك ان هي ان من مور لليس؟ طب ايه رايك هنا؟ بدل من مور لليس وبدل من 1 ل 2 هو عايزها من ايه؟ من الانسيدنت للريفراكشن. ما انت بيبقى في انسيدنت وبعدين هيحصل ريفراكشن، يبقى انت جاي ايه؟ من الانسيدنت للريفراكشن، يبقى كده هتبقى ايكوال ايه؟ ان ريفراكشن اوفر الان انسيدنت. مظبوط؟ اللي هي كده كده هيبقى في كل الاحوال انت ايه من 1 ل 2 هي 2 على 1، يبقى الاجابه بتاعتك ايه؟ ايه. طيب ايه السؤال الثاني؟ بيقول لك ايه؟ بيقول لك هنا what is the critical angle for a light ray what is the critical angle for a light ray traveling in water with refractive index 1.33. يبقى كده ال in water ب 1.33 that is incident on the surface of water above which there is ice with refractive index 1.31. ده ال in بتاع الايس. هو كده عايز ايه؟ عايز critical angle. طيب الكريتيكال انجل ده كده واضح ان هو ريليتيف علشان مفيش ايه؟ مفيش عندك اير، صح؟ وبالتالي انا باجي الان من مور لليس، كده مين المور؟ الووتر. مش 1.33 اكبر من 1.31، يبقى انت جاي من الووتر رايح لمين؟ رايح للايس. يبقى كده هتبقى ايكوال ايه؟ هتبقى ايكوال ان ايس اوفر ان ووتر. بص بدل ما اقول بقى 1 و 2 والخبط نفسي يعني، الان ايس بكام؟ اللي هي 1.31. الان ووتر بكام؟ 1.33. هعمل ده اوفر ده، بعدين شيفت الساين هتطلع الكريتيكال طبعا دي تطلع 0.984. اعمل شيفت الساين يبقى من هنا الكريتيكال انجل بتاعتي يا استاذ طلعت لي 80 ديجري. ماشي؟ هو بيأكد بس على معلومة انك تبقى جاي ايه؟ من مور لليس. طيب بص كده السؤال رقم 3 بيقول لك ايه؟ The critical angle required for total internal reflection at boundary between two substances 30. يبقى هو مديني كده مين؟ الكريتيكال انجل. يبقى الكريتيكال انجل بكام؟ ب 30. ماشي الكلام؟ طيب The refractive index of the medium that light is refracted from it 1.1. يبقى الريفراكتيف هو كده دي الكريتيكال انجل مديك كده الريفراكتيف اندكس the refractive index of the medium that the light is reflected from is 1.1. يبقى دي ال n equal 1.1. ماشي؟ طيب what is the difference between the refractive index of the medium from which the light is reflected and the refractive index of the medium in which the light propagate before it's reflected. يعني هو عايز الدلتا ان من الاخر، difference يعني دلتا ان. طيب التريك فين بقى؟ التريك الان دي الان لس ولا الان مور؟ لازم تاخد بالك من الكلمات. بص انا لو جاي كده ماشي، انا جاي اهو الري اهو جاي كده ماشي، جدا اكبر من كريتيكال انجل هيحصل توتال انترنال ريفليكشن. طيب احنا عارفين ان ده اللي بيبقى المور مظبوط، وده مين؟ وده اللس. بصوا بقى الكلمات هو لاعب فيها ازاي. بيقول لك ذا ريفراكتيف اندكس اوف ذا ميديم ذات ذا لايت از ريفليكتد فروم. ريفليكتد فروم، فروم مش جواه، مش انسايد، من عليه هنا، يبقى ده الان لس. ريفليكتد فروم اهو مش جواه. بص كده كمل حتى وات از ذا ديفرنس بتوين، خلاص الدلتا ان
اقرا كده which of the light is reflected اهو ده السيرفيس ده and the refractive index of the medium in which the light propagate before it's reflected يبقى ده المور يبقى ده الان الثانيه دي المور يبقى كان مديها لك الاولانيه دي الليس ودي كده المور فهمت الفكره طيب ماشي هنشتغل عادي خالص قانون الكريتيكال انجل هو مش ساين فاي كريتيكال هيبقى ايكوال هنا ده كده ايه يعتبر عندك مور وليس ده يعتبر كده ايه الريليتيف يبقى اللي هي تبقى ايه ان ها بنكتبها ايه من مور لليس صح كده طيب يبقى كده هنقول يبقى ساين 30 ايكوال ان من مور لايه لليس صح ساين 30 اللي هي بهاف يبقى كده هاف ايكوال ان من مور لليس صح طيب ان من مور لليس دي مش دي ان ليس اوفر ان مور مظبوط طيب الان ليس دي اللي هي كام 1.1 اوفر ان مور طيب لو عملت كروس مالتيبليكيشن ان مور باي 0.5 ديفايدد 1.1 يبقى كده الان مور عندي طلعت كام 2.2 هل دي الاجابه اللي هو عايزها لا خد بالك هو عايز الديفرنس يبقى الديفرنس اللي هو الدلتا ان الدلتا ان دي اللي هي تبقى ايه اللي هي ان مور ماينس الان ليس ماشي يبقى كده يبقى 2.2 ماينس 1.1 هتطلع كام تطلع 1.1 ماشي يبقى بس هو ايه لاعب بالالفاظ يعني خد بالك من اللي هو بيعمله ده طيب تعالى كده نشوف السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده يعني ايه محتاج ترسمه كده عشان ايه تتخيله يعني light beam traveling through air is incident on transparent medium ماشي ده كده يا سيدي ادي transparent medium وانا جاي هنا من الاير اهو جيت كده اهو وبما اني خبطت كده يبقى اكيد هرسم ايه اكيد هرسم النورمال اهو جميل طيب نكمل at angle of 60 ماشي يبقى دي الانجل اوف انسيدنس يبقى دي ب 60 طبعا انا جاي من اير يبقى مفيش كريتيكال انجل هنا صح part of the beam is reflected والother part is refracting طيب ده جزء reflect والجزء الريفراكت طبعا هيبقى towards the normal ماشي ويبقى دي كده مين دي كده اللي هي الثيتا مظبوط دي كده بالنسبه لي اهو دي كده الثيتا طيب بيقول لك بقى such that ان الريفلكتنج والريفراكتنج بارتس ار بيربنديكولار تو ايتش اذر هو بيقول لي ان الاثنين ريز دول كده دول بيربنديكولار على بعض يعني دي كلها ب 90 عايز كريتيكال انجل تمام بس خد بالك بقى عايز كريتيكال انجل فور ذيس ميديوم وذ ريسبكت تو اير واخد بالك يعني انت هتقول لي ايه يا مستر مش هو جاي من اير يبقى المفروض ما فيش كريتيكال انجل انا معاك ما فيش كريتيكال انجل هنا يعني ان الري ده هيعدي ويدخل جوه الميديم حتى لو الانجل بتاعته اكبر من الكريتيكال ليه عشان انا هنا في الاير ما فيش كريتيكال انجل عشان انت جاي من ليس المور فكده كده هيعمل ريفراكشن طب امال هو ازاي طالب كريتيكال انجل لا هو بيقول لك انا عايز كريتيكال انجل لو بافتراض المساله اتعكست وان انا جاي من المور للليس عشان كده بيقول لك ايه كالكوليت كريتيكال انجل فور ذيس ميديم وذ ريسبكت تو ذا اير واخد بالك فانا كده كده هجيب الكريتيكال انجل بتاع الميديم اللي هو ريسبكت تو ذا اير مش معناها ان الري جاي من الاير احنا المساله كده فهمنا ان في جزء ريفلكت وفي جزء ريفراكت اتفقنا على دي طيب انت بما ان ده ريفلكت يبقى ده 6 يبقى اكيد ده ايه يبقى ده ب 60 ما هو الريفلكشن قد الانسيدنس طب دي كلها ب 90 ودي ب 60 يبقى دي بكام يبقى دي كده ب 30 صح طب دي ب 90 ودي ب 30 يبقى دي بكام يبقى دي كده ب 60 طب دي 90 ودي 30 ودي 60 يبقى دي كام يبقى دي 30 ثواني كده هي مش ال 30 دي الثيتا صح وال 6 وال 60 دي مين دي الفاي ايه ده طب ما انا من هنا ممكن اجيب ال ان بقى على طول ال ان عند حضرتك ايكوال ايه مش ايكوال ساين فاي اوفر ساين ثيتا مظبوط طيب ساين فاي دي اللي هي مين اللي هي 60 وساين ثيتا اللي هي مين اللي هي 30 يبقى من هنا انا جبت الان الان من هنا طلعت روت 3 طيب
كده احنا عرفنا الان. طب عايز الكريتيكال انجل الاول ده ابسوليوت ولا ريليتيف؟ ابسوليوت. ليه؟ عشان في اير. بما ان في اير يبقى ابسوليوت على طول، يبقى من هنا يبقى ساين فاي كريتيكال هتبقى ايكوال 1 اوفر ان، يعني 1 اوفر روت 3. بس يا سيدي احسبها، هات شيفت ساين الفاي كريتيكال هتطلع 35.26. يبقى كده الاجابه ايه؟ يبقى الاجابه بي. سؤال حلو قوي وتكرر على فكره في الامتحانات. طيب رقم 5 بيقول لي هنا a light ray is entering triangle prism اللي هو البريزم ده as shown in the figure below. بص هو الري جاي هنا كده ايه من البيز هنا كده. طيب جميل نكمل. The prism index of refractive one refraction 1.7. ماشي يبقى انت كده عندك ال n 1.7 يبقى كده هعرف اجيب مين الكريتيكال انجل صح. طيب يبقى هنا او خليه كده لا ثواني عشان هنا في اتنين ميديمز، يعني انا كده مش عارف اجيب الكريتيكال انجل دلوقتي. هو كده مديني ال n جلاس بكام؟ 1.7 ماشي. وبعدين بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان في ادي اهو كده 1.7 اهو، وبعدين في ليكويد اهو. الليكويد ده الاندكس بتاعته 1.2، يعني هو مديني ال n بتاع الليكويد 1.2 is placed on the prism surface which of the following true. طيب which of the following true؟ يبقى انا محتاج الاول اعمل تريسنج ماشي. طيب الري ده ايه؟ داخل نورمال. داخل نورمال يبقى هيحصل له ايه؟ يبقى هيعدي نورمال without any refraction، وبعدين لما يخبط هنا هيبقى ايه؟ ارسم النورمال صح، ونشوف بقى الانجلز بتاعتنا. طيب انا كده اساسا دي كده بكام؟ دي كده انت داخل نورمال مكمل نورمال، يبقى دي كده ايه؟ ب 90. دي 90 ودي 60 يبقى دي بكام؟ يبقى دي ب 30 تمام. ويبقى دي بكام؟ يبقى دي كده ب 60. دي الانجل اوف انسيدنس. انا قبل ما اخد قرار هيحصل ايه محتاج ان انا ايه اشوف الكريتيكال انجل. طب خد بالك هنا الكريتيكال انجل هتبقى هنا ريليتيف عشان انت عندك جلاس وليكويد. يبقى من فوق بقى من هنا كده انت من هنا هجيب الاول ايه الريليتيف. يبقى هقول الريليتيف، خد بالك انا جاي من فين لفين؟ من جلاس لليكويد. يبقى انت هتجيب ال n جلاس ليكويد اللي هي ايكوال ايه؟ n ليكويد اوفر ال n جلاس صح. ال n ليكويد اللي هي بكام؟ 1.2. n جلاس اللي هي كام؟ 1.7. يبقى دي طلعت 0.706. طيب انت كده طلعت مين؟ انت طلعت ال n. طب ما اجيب بقى الكريتيكال انجل. الكريتيكال انجل هتبقى ايكوال ايه؟ الكريتيكال انجل ساين فاي كريتيكال هتبقى ايكوال الايه؟ الريليتيف على طول اللي هو جلاس ليكويد اللي هو 0.706. شيفت الساين يبقى انا من هنا طلعت مين؟ الكريتيكال انجل. الكريتيكال انجل هنا طلعت كام؟ طلعت 45. طيب نبدا بقى نشوف بقى طلعت الكريتيكال انجل. ارجع لي هنا الانجل اوف انسنس كام؟ ب 60 صح؟ هل ال 60 اكبر من الكريتيكال؟ ايوه. كده انا عندي الانجل فاي 2 اكبر من الكريتيكال، فهيحصل ايه؟ هيحصل توتال انترنال ريفلكشن اهو. بص هو مش عايزك تكمل، هو بيقول لك هنا ايه اللي هيحصل هنا عند الفيس اكس واي؟ هيحصل توتال انترنال ريفلكشن. يبقى الاجابه سي، ان هو كده ان it is greater than critical angle between the prism and the liquid تمام. فانت اكبر من الكريتيكال انجل، يبقى كده لو في توتال انترنال ريفلكشن كنت تختارها، بس هنا عشان اكبر من الكريتيكال انجل ماشي. طيب السؤال اللي بعده رقم 6 بيقول لحضرتك ايه؟ A light ray falls with incident angle 59. يبقى كده الانجل اوف انسيدنس عندي اللي هي فاي 1 ب 59 on the boundary between two mediums of different densities knowing that. طيب يبقى كده ده different. بصي ما فيش phi 1. phi 1 دي يا شباب نعملها لما يكون prism، ده كده between two different mediums يبقى phi. يبقى الفاي بكام؟ ب 59 ماشي. طيب of different densities knowing that in 59 is the critical angle in this case. ايه ده؟ يعني بيقول لي ان الفاي دي هي critical angle. يبقى انت داخل بايه؟ بالcritical angle. يبقى هيحصل ايه؟ emerge tangent او refract tangent يعني صح. and the refractive index of the denser medium بدين ال n بتاع المور
بكام؟ 1.75. ماشي؟ عايز الريفراكتيف اندكس بتاع الرير، الرير دي يعني القليل اللي هو عايز الان بتاع الاس. جميل. طيب مبدئيا كده ماشي، هو كده مديني الكريتيكال انجل. طب يبقى ساين فاي كريتيكال مش ده كده يعتبر ريليتيف صح، اللي هو ان من مور للس. خليك دايما حته من مور للس دي تسهل لك قوي، اللي هي ايكوال ايه؟ ايكوال ان لس اوفر الان مور. دي كده الان لس اوفر الان مور صح كده. طيب الكريتيكال انجل بكام؟ يبقى كده ساين 59 ايكوال الان لس اللي انا مش عارفها اوفر الان مور اللي هو 1.75. يبقى من هنا كروس مالتيبليكيشن، يبقى من هنا جبت مين؟ الان لس. يبقى الان لس من هنا تطلع 1.5. يبقى الاجابه ايه؟ يبقى الاجابه اي. تمام. طيب رقم 7، بص بيقول لك ايه؟ بيقول لك هنا a light ray falls with angle of incidence phi on one of the faces of triangle prism which has an apex angle 70. يبقى الـ A عندي equal 70. ماشي. The prism has refractive index root 3. يبقى الـ N equal root 3. If the light emerged tangent يبقى theta 2 ها بـ 90. والفاي 2 هي مين؟ هي الفاي كريتيكال. عايز الفاي اللي هي مين؟ هو عايز فاي 1. تمام. طيب مش انا عندي الان، يبقى ابدا بقانون الان مظبوط. طيب يبقى من هنا او ماشي، يبقى انت ممكن اجيب الكريتيكال انجل بقى على طول. مش ساين فاي كريتيكال ايكوال 1 اوفر ان صح؟ يعني كده اقدر اقول لك ان هي ايكوال 1 اوفر روت 3. يبقى من هنا شفت الساين، يبقى انا جبت الفاي كريتيكال اللي هي فاي 2 اللي هي بكام؟ اللي هي 35.26. يبقى انا كده معايا الفاي 2. طب اول ما يكون معايا الفاي 2 فكر في الاي بقى على طول، الابكس انجل. مش الاي كده هتبقى ثيتا 1 بلس فاي 2 صح؟ يعني من هنا الاي اللي هي ب 70 ايكوال ثيتا 1 اللي انا مش عارفها بلس فاي 2 اللي هي ايه؟ 35.26. يبقى من هنا جبت الثيتا 1. الثيتا 1 من هنا طلع 34.736. جميل. طب فاضل مين؟ فاضل الفاي 1 بقى. يبقى كده هتقول لي يبقى ال n ايكوال ساين فاي 1 اوفر ساين ثيتا 1. تمام. يعني اقدر اقول ان ال n اللي هي روت 3 ايكوال ساين فاي 1 اللي انا عايزه اوفر ساين ثيتا 1 اللي انا لسه جايبها. خطوره المسائل دي انك لو جبت واحده غلط، لو اول واحده جت غلط الباقي كله خلاص شكرا كده. يبقى من هنا يا استاذ جبنا فاي 1 هي هتطلع 80.7، يعني ممكن نقول ابروكسيميشن كام؟ 81. يبقى الاجابه بتاعتك ايه؟ كلام جميل. طيب رقم 8 بيقول لك هنا a light ray moves from medium A to medium B ورفراكتس tangent. بس هو ايه؟ لكن دي critical angle حتى مش محتاج انك تستنتجها. to the separating surface between the two media. الريشو ما بين ال speed of light في الميديم A بالنسبة ل B 0.82. يعني هو مديني velocity A over velocity B بكام؟ ب 0.82. طب ايه دي يا شباب؟ ايه فيلوستي ايه على بي؟ او هي في 1 على في 2؟ مش دي الريليتيف ريفراكتيف اندكس؟ يعني من ايه البي؟ مش احنا كنا بنقول ان من 1 ل 2 ايكوال في 1 على في 2 اللي هي بقى ساين فاي على ساين ثيتا، لامدا 1 على لامدا 2، ان 2 على ان 1. بس البدايه كانت ايه؟ في 1 على في 2. هو كده مديني الريليتيف. طب عايز الكريتيكال. ما خلصت يا استاذ. مش ساين فاي كريتيكال في الريليتيف هي اللي هي ساين فاي كريتيكال ايكوال الريليتيف اللي هي 0.82. اعمل شيفت الساين، يبقى الكريتيكال انجل من هنا طلعت 55.1. يبقى الاجابه بتاعتك مين؟ يبقى الاجابه بتاعتك ايه؟ انت خدت بالك بدل ما يقول لك ايه الريليتيف كذا،
اداك ايه؟ يعني حتى السؤال ما فيهوش تحويل كتير، انت كده كده في جميع الاحوال هو مديك ايه؟ الريشيو ما بين في اي على في بي اللي هي كده تعتبر مين؟ الريليتيف، صح؟ طيب رقم 9 بيقول لي light travels a distance quantified by x meters in t seconds in air. ماشي، طب ما انا ممكن اجيب الفيلوستي، ما هو كده الفيلوستي في الاير يعني هو قصده بيها كده مين؟ السي، او ممكن اقول ايه ال في 1 يعني هتبقى ايه؟ distance over time اللي هي x over t. طيب if light travels a distance 3x meters في 5t seconds in another medium يبقى ده ال v2. ال v2 اللي هو ايه؟ distance على time يعني 3x over 5t، عايز critical angle، يبقى انا هجيب الاول مين؟ الريليتيف، صح؟ يبقى الريليتيف كده اللي هو n من لا هنا كده ده absolute، انا اسف مش relative، ده absolution هو من air، صح؟ مش ال n ال absolute هي c over v، تمام. الc اللي هي مين؟ x over t، مش ممكن اعمل multiply واشقلب التانية تبقى ايه؟ 5t over 3x. طيب طير لي الاكس مع الاكس والتي مع التي بقت كده ايه؟ 5 over 3، ده كده مين؟ دي كده الريليتيف. طب انت عايز الكريتيكال مش ساين، فاي كريتيكال هتبقى 1 على ان عشان ده ابسوليوت يعني تبقى 3 over 5، اعمل لي شيفت الساين يبقى الكريتيكال انجل من هنا هتطلع 36.87 يبقى الاجابه سي. ماشي، رقم 10 بص يا سيدي بيقول لك array of light travels from medium A to medium B at critical angle 59. الراجل مديك بكل صراحة ال critical angle 59، هو بيقول لك ال n بتاع A 1.65، بيقول لك هات لي ال n بتاع B، اظن دي سهلة قوي، صح؟ يبقى هقول بقى يبقى الساين phi critical اللي هي equal n من A ل B اللي هي ايكوال ايه؟ ان بي اوفر ان اي، صح كده؟ طيب يبقى من هنا بقى يبقى ساين 59 ايكوال الان بي اللي انا مش عارفها والان اي اللي هي كام؟ 1.65 كروس مالتيبليكيشن، يبقى كده جبت الان بي هتطلع 1.41، يبقى كده 1.41 يبقى الاجابه مين؟ الاجابه دي. question 11 بص بقى بيقول لك calculate the critical angle، انا عايز مين؟ انا عايز critical angle، تمام؟ for array of light passing from glass piece air given اذا ثواني glass piece to air، يبقى كده ده ايه؟ يبقى ده absolute، يبقى احنا عرفنا ان شغالين بالabsolute. given that ان الangle of refraction theta equal 29، تمام؟ when a light ray falls from air into the same surface of glass piece with angle of incidence كام؟ الفاي ب 45. ماشي ده absolute، صح؟ يبقى انا هجيب ال n بتاعتي اللي هي sin phi over sin theta، يبقى كده sin 45 over sin 29، ده over ده يا سيدي الفاضل هيطلع معايا 1.459 قول 1.46، يبقى ده طلع 1.46. طيب الكريتيكال انجل ايكوال ايه؟ مش ده ابسوليوت، يبقى ساين فاي كريتيكال ايكوال ايه؟ 1 اوفر ان، يعني 1 اوفر 1.46 دي اللي هي تطلع 0.685، بس شيفت الساين يبقى انت كده ايه جبت الكريتيكال انجل بكام؟ ب 43. طيب تعالى بقى نشوف question 12 بيقول ايه. consider two transparent medium A و B the speed of light in them is، هو مديني كده ال V1 بايه 1.8 by 10 of power 8 meter per second، ومديني ال V2 بايه 2.3 by 10 of power 8 meter per second respectively. عايز الريشيو ما بين sine of the critical angle for medium A with air and the sine of critical angle for medium B with air يبقى absolute. يبقى تعالى بقى نجيب الابسوليوت بتاع الاولاني اللي هو n1 هيبقى ايه؟ c over v1، وانت حافظ ال c طبعا اللي هي 3 by 10 of power 8 over v1 طلعت معايا 5 over 3. ماشي؟ تعالى نجيب الابسوليوت بتاع التاني اللي هو مين؟ c
over V2. الC اللي هو A3 بايثون اوبر 8 وال V2 اهو يبقى طلعت معايا 30 over 23. تمام؟ طيب يبقى كده ساين فاي كريتيكال بتاع الاولاني يبقى 1 على انه 1 صح؟ يبقى كده بكام؟ ب 3 over 5. وساين فاي كريتيكال بتاع التاني هيبقى ايه؟ 1 على ان 2 يعني 23 over 30. بس يا سيدي بقى هات ايه؟ الريشيو ما بينهم. هات لي كده ساين فاي كريتيكال 1 over ساين فاي كريتيكال 2 يعني 3 over 5. ممكن اعمل ملتبلاي واشقلب التانية 30 over 23. تمام؟ هتطلع معايا ايه؟ هتطلع 0.7. ممكن نحسبها برضو كده. يبقى كده هتبقى عندي هنا 3 over 5 3 over 5 multiply 30 over 23 طلعت معايا يا سيدي 0.78. يبقى كده 0.78. يبقى كده الإجابة مين؟ الإجابة دي. ماشي؟ طيب تعالى لنمبر 13. بيقول لي a light ray falls perpendicular on the face of a prism of refractive index root 2. خد بالك ده مش total reflecting prism، انت كده مش حافظه، هو كده غير لك ايه ال n. اول ما يديك ال n هات critical angle على طول، مش كده؟ sin phi critical 1 على n يعني 1 على root 2. ال critical angle هتطلع ب 45. طب بيقول لك مين في دول في اللي تحت بقى هو اللي صح؟ طب ماشي، تعالى احنا نعمل احنا التريسنج بتاعنا ونشوف. هو كده كده داخل نورمال، يبقى هيعدي نورمال without any refraction صح؟ اهو كده هيعدي نورمال without any refraction. هاجي على السايد ده وارسم ايه؟ وارسم النورمال. طيب ونشوف بقى الانجلز بتاعتنا. ده كده ب 90 وده ب 45، يبقى ده بكام؟ 45. دي كلها 90 ودي 45، يبقى ده بكام؟ يبقى ده ب 45. فين الانجل اوف انسيدنس؟ ال 45. حلو، اكبر ولا اصغر من كريتيكال انجل؟ ايكوال. لما تكون ايكوال يبقى يمشي ايه؟ تانجنت تو ذا سيرفيس. اهو يبقى تانجنت تو ذا سيرفيس باي انجل اوف ريفراكشن بكام؟ ب 90. تمام؟ يبقى كده مين في دول اللي هتكون صح؟ يبقى كده هتبقى مين؟ هتبقى سي. ماشي الكلام؟ طيب نشوف السؤال اللي بعده نمبر 14 بيقول لي ايه؟ A light ray is traveling from glass into a liquid such that a relative refractive index from glass to liquid يبقى n من glass لليquid root 3 over 2. ماشي؟ What is the angle of incidence which would result in the ray being tangent to the separating surface. أنا عايز الـ angle of incidence، تمام؟ اللي أنا عايز أدخل بيها علشان يمشي tangent. طب ثواني كده، عشان يمشي tangent يعني theta ب 90، يبقى هو عايز إيه؟ يبقى هو عايز مين؟ هو عايز الـ critical angle صح؟ عشان theta تبقى بكام؟ ب 90. طيب ما خلصت كده خلاص، هو ده مش relative صح؟ يبقى كده هتبقى إيه؟ sin phi critical equal mean n من glass لليكويد اللي هي root 3 over 2. هعمل shift sin، critical angle هتطلع لي ب 60. يبقى الانجل هنا بكام؟ ب 60. نمبر 15 هنا ده بيشرح الميراج. الميراج هنا اللي هو اللي احنا كنا شرحناه المره اللي فاتت، هي الاجابه هتبقى ايه؟ ان الهوت اير لاير near the surface of the earth بيبقى عنده ايه؟ refractive index قليله، عشان اتفقنا ده الدنس بتاعته ايه؟ قليلة. Then the air layer above it because it has a lower density. ماشي. Thus a light with angle of incidence greater than certain amount will be totally reflected. صح؟ يفضل يعمل ايه؟ refraction away from the normal several successive times لغاية ما وصل أكبر من critical angle، فيحصل ايه؟ total internal reflection. ويجي يعني هو ده حتة نظر يعني. طيب بص هنا كده. A light ray is refracting from a liquid of relative refractive index 1.5 into air. What is the largest possible angle of refraction? من غير حسابات من غير حاجة 90. ازاي؟ يا راجل اهو separating surface جه الري اهو. ها قول لي ده الانجل اوف انس اكبر refraction ايه؟ لما يمشي tangent ب 90. هو في اكبر من كده؟
ما هو اكبر من كده هيعمل توتال انترنال ريفلكشن. يبقى الجمله دي ممكن تعتبرها بقى قاعده اللي هي كلمه لارجست بوسيبل انجل اوف ريفلكشن. وش على طول بكام؟ ب 90. تمام. بص 17 وات از ذا لارجست انجل اوف ريفلكشن. قال يعني انا غيرت لك الان. يا سيدي انا مش هغير اقوالي، ما ب 90 اكبر انجل اوف ريفلكشن هتبقى ايه؟ هتبقى 90. تحسوا بصوا بنك المعرفه المره دي يعني اسئلته حلوه، تيجي منها في الامتحانات اسئله قويه وحلوه وفيها فكره حلوه. تمام، لازم نحل الكلام ده بايدينا علشان الدنيا تبقى مظبوطه معانا. اشوفكم يا رب كده على خير المره القادمه، يا رب بكل التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.